انا فاهم، بس بس يعني لا كلهم بصراحه كل ذكرياتك يعني. يا كابتن محمد انت كلمنا جداً. عن غرفه اللبس جداً. بقى لما تحققوا بطوله زي دي زي ما انتم متعودين او معودنا، قول لي بقى غرفه اللبس والعمال وعم حارس وقبليه عم حنف الله يرحمه كانت بتعدي عليكم، واحكي لنا على اوضه اللبس. يعني بص اولا يعني ما يعني الناس بتتعاملي معاهم اكنهم اخواتك الكبار اكبر منك، فانت لازم تخشي اول ما تخشي لازم خلاص هو معروف ان انت هتقعدي تهزري تضحكي تنكشي. ده ساعات بيبقوا مثلا هم متوترين لما يبقى الجو متكهرب يا كابتن هاني ولا حاجه، فتلاقي وشهم بيتشدوا، هم خايفين يعني هم بيتشدوا فبيخافوا، فانت بقى مثلا تيجي بقى تنكش في ده وتنكش في ده، وده بقى يبقى عارف يقول لك انت هتخرب عليا، مفيش احسن منك في النكش طبعا يعني انت هتسرق وبتاع وكلام من ده، ما انت لو ضحك ومثلا وفي تنشنه مثلا جوزيه بيزعق وهو ضحك اتخرب ايه. انت عارف انا طول عمري يعني مش انا ما احبش التنشنه، او بمعنى اصح ما فيش حاجه تستدعي التنشنه. ما هو ده اللي انا عايزك بقى تحكيه، لان انت ما انت بركات ملك الحركات وانت صاحب النكش العظيم، فانا حاسه ان في كواليس وفي حاجات انت لحد دلوقتي ما قلتهاش حتى يعني ولا صرحت بيها ولا يعني ولا ظهرت للنور حتى وانت بتعمل برامج المقالب بتاعتك دي. لا قول لي انت بقى كواليسك انت في اوضه اللبس لما كنت بتحقق بطوله، لما كنت بتدخل اوضه اللبس عشان تفرحوا، يعني احكي لي. والله بصي كواليسك الغريبه، انا ما كنتش من النوع اللي انا احب افرح، يعني ما كنتش بفرح قوي يعني فرحتي ما كانتش بتبقى يعني اوفر قوي. ببقى مبسوط وبفرح مثلا جوه وبعد كده مثلا اخش اوضه اللبس. ودي طبعا يعني يمكن كان في حاجه دايما بنحب نعملها كده كابتن هاني في اوضه اللبس كده، عارف انت بعد ما تخلص الماتش او بعد ما تخلص التمرين، حتى التمرين عارف لما بتقلع مثلا الجزمه والشراب كنا نقعد نكور الشرابات ونقعد نحدفها بقى على بعض يا فاهم، وده ما يبقاش واخد باله ده ومخدها في وشه والكلام ده كله بتاع الكلام. وبالذات خلي بالك لما بيكون ساعات انت عارف ساعات بتخرج بقى تقسيمه في الاخر وفرقه كسبانه وفرقه خسرانه وتقعد تشتغل بقى على اللي خسر، تحفل عليهم، تشتغل بقى من جوه في اوضه اللبس بقى وتتصور مع بعض. لا اقول لك على حاجه، لا وفي حاجه كمان جميله قوي، اما مثلا اثنين لعيبه يشدوا مع بعض في الملعب مثلا في التقسيمه، اما تطلع مثلا بره عشان تولع الدنيا مثلا تخليها جهنم مثلا تخليهم يهجموا على بعض مثلا في اوضه اللبس، دي كان من الحاجات اللي الواحد كان مين بقى مين اللي لا هو اللي ما بيتوصلش، هو بقى اللي ما بيتوصلش اي موضوع النار وائل هتسيبه كده صح يعني فاهم. بس يعني عارف والله يعني هو كل ده كان بيبقى يعني بهزار، احنا كنا بنحب بعض كابتن هاني وكنا بنحب نلعب. انا من النوع اللي كان مثلا ما بحبش الدوري المريح اللي هو مثلا ممكن يبقى ايه تلعب ماتش وتقعد اسبوع او 10 ايام عشان تلعب. بتحب الماتشات انت اكتر من التمرين؟ انا لا يعني موضوع التمرين دوت يعني انت. مش قوي بصراحه يعني ما كانش على هواي، علشان كده دايما كانوا دايما بيسالوا انهي احسن للعيب الكوره اللي هو مثلا بيجي فتره بيبقى مثلا مش موفق اللي هو يبعد شويه ولا ان هو يلعب على طول علشان يحاول. لا انا من انصار يلعب على طول يعني انا مثلا وانا بلعب كوره كنت مثلا ايه بنزل مثلا ابقى وحش قوي اقيم نفسي. الوحيد اللي مش هيضحك عليك انت نفسك، مظبوط. مش هتضحك على نفسك، مظبوط. خلص الماتش انا لعبت على الجون قد ايه النهارده، اخترقت كم اختراق، شوت كم شوطه، رفعت كم اوفر، ممكن الاقي نفسي في الاخر ما عملتش حاجه خالص في الماتش وحاسس ان انا وحش، فببقى متضايق جدا، فعايز الماتش اللي بعده يجي بسرعه عشان احاول ان انا اصلح الوضع دوت، وابقى كسبان وابقى مروح كسبان وكل حاجه بس حاسس ان انا ما كنتش كويس. بس تقييمك لنفسك وحش. بيبدا قبل المدير الفني طبعًا. ما يقيمك قبل ما تطلع من الملعب لا المدير الفني بقى ده موال تاني بقى